أهلا ومرحبا بكم في قناة آي ماي فون العربية. يأتي النص الحي مع iOS 15، مما يسمح لجهاز الآيفون بنسخ أو تحديد أو تنفيذ إجراءات أخرى على النص في الصور. وتم توسيع هذه الوظيفة في iOS 16، فقد أصبحت الميزة متاحة الآن في الفيديو، وهذا يجعل النص الحي أسهل في الاستخدام. سيتناول فيديو اليوم بالتفصيل كيفية استخدام النص الحي في الفيديو، فلنبدأ الآن. أولاً، افتح فيديو يحتوي على نص، ثم انقر فوق تشغيل. عندما ترى النص الذي تريد نسخ معلومات منه، أوقف الفيديو، ثم اضغط باستمرار على النص المطلوب حتى يظهر شريط أزرق فاتح. يمكنك ضبط مقدار النص المحدد عن طريق تحريك الأشرطة الزرقاء الفاتحة على جانبي الجزء المميز. اختر الآن كيفية التعامل مع النص المحدد. في قائمة الخيارات يمكنك النقر فوق، نسخ أو تحديد الكل، أو بحث عام، أو الترجمة، أو مشاركة. ثم انقر فوق الخيار المطلوب لاستخدام النص كما تريد. على سبيل المثال يمكننا نسخه إلى الملاحظات أو أي تطبيق آخر. لاحظ أنه لا يمكنك استخدام النص الحي إلا عند تشغيل الفيديو وليس عند تصويره. قد لا يتم التعرف على النص المباشر في بعض الأحيان لأنه يعتمد على رؤية النص وحجم الخط ودقة الفيديو وما إلى ذلك. حسناً، هذا كل ما لدينا لهذا اليوم. إذا كنت تعتقد أن هذا الفيديو مفيد لك، فيرجى الإعجاب والمشاركة وأن تخبرنا في التعليقات. ولا تنسى أن تتابع قناتنا للمزيد من المعلومات عن الآيوس 16. نلتقي في الفيديو القادم. إلى اللقاء.